الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن كفر به وجحد، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى إسلامي إليها. كيف يفسرها الإسلام؟ نحن أيها الإخوة في بيت من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا ينبغي أن يطرح في بيوت الله إلا ما في الوحيين الكتاب والسنة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات الكريمة ورد قبلها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ونورها بالكواكب ونورها بالقرآن، فقرآنه نور ونبيه نور ودينه نور، وقد حجب عن خلقه بالنور. الله نور السماوات والأرض، إن أردت الحقيقة فالتمسها عند الله من خلال الوحي الكتاب والسنة. إن أردت حقيقة أي شيء، إن أردت سر أي شيء، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات، كصدره، كصدر الإنسان كمشكات فيها مصباح، شعلة الإيمان. المصباح في زجاجة، القلب الذي في الصدر، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. من أوجه التفاسير الشجرة المباركة هي الوحي، وهناك تفسير آخر هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا الوحي وبينه للناس. وكأن الله عز وجل علم أن سيكون العالم شرقاً وغرباً، شرق فيه قهر وغرب فيه انحلال، شرق يدعم الجماعة على حساب الفرد فيما مضى، وغرب يدعم الفرد على حساب الجماعة. هذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية، بل علوية من عند خالق الكون. لا يصح أن تقول في الإسلام ديمقراطية. الإسلام هو الإسلام، والشرع هو الشرع، لا يوازن منهج الله بمناهج الأرض إطلاقاً. شيء نسيج وحده، شيء متميز، لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قال العلماء: نور الوحي على نور العقل، ونور الفطرة على نور القرآن الكريم. التطابق العجيب بين الوحيين النقل الصحيح، وبين العقل الصريح، وبين الفطرة السليمة، وبين الواقع الموضوعي. نور على نور.
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين نعلق في بيوت هنا؟ قال علماء التفسير: يوقد من شجرة مباركة في بيوت. إن أردت الحقيقة الخالصة، إن أردت الحق الذي لا يقبل التبديل ولا التعديل ولا الحذف ولا الإضافة، تجدها في بيوت الله، لأن بيوت الله يذكر فيها اسمه بإذنه. إذا أذن الله لهذه البيوت أن يذكر فيها اسمه، عندئذ يأذن لمن في الأرض أن يأذنوا. وإذا لم يأذن الله في عليائه أن يذكر اسمه في بيت، لم يأذن أهل الأرض كلهم لهذا الإنسان أن يتكلم كلمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي موضوع ساخن، أي موضوع ملتهب، يجب أن تبحث عن سره في الوحيين. ألم يقل الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أيها الإخوة الكرام، حينما يعاني مجتمع ما من مشكلات، لا يتفاوت الناس أبداً في معرفة وقوع هذه المشكلة وفي معرفة حجمها، لأن الأخبار المسموعة والمرئية تطلعهم على أدق التفاصيل. الاختلاف ليس في وقوعها أو عدم وقوعها، ولا في حجمها الكبير أو في حجمها الصغير، هذا شيء مقطوع به، لأن الأرض أصبحت غرفة واحدة. قالوا: كانت قرية صغيرة فأصبحت بيتاً، الآن الأرض غرفة واحدة. ما يحدث في أقصى المشرق يصلك في ثوان معدودات بتفاصيله. ولكن أين نختلف؟ نحن لا نختلف في مصداقية وقوع الحدث أو لا، ولكن الناس يختلفون في تحليل هذه الحوادث وإرجاعها إلى أسبابها الحقيقية. الناس كيف يواجهون هذه المشكلة؟ لا بد من أن يعيدوها إلى أسبابها. أيها الإخوة، إرجاع المشكلة إلى أسبابها ثم محاولة إزالة هذه الأسباب هو أهم عمل يجب أن يفعله المسلمون اليوم. هناك مشكلات تحيط بهم لا عد لها، كل مشكلة لها سبب. نظام السببية نظام اعتمده الله عز وجل أصلاً من أصول خلقه، وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. كل مهمة المؤمن أن يرجع مشكلة يعاني منها، كبيرة أو صغيرة، فردية أو جماعية، إلى أسبابها الحقيقية، ومحاولته الناجحة أن يزيل الأسباب حتى تزول المشكلة. أيها الإخوة الكرام، منابر البوح والإعلام عديدة جداً، لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أرجعنا مشكلة ضعف المسلمين إلى الاستعمار، هذا تحليل غير دقيق، بل إن علة الاستعمار علة في علم المناطق ليست كافية. ما كل شيء يعزى للاستعمار، هناك بلاد عمرها الحضاري كعمرنا وقد تجاوزت هذه المشكلة. لو عزونا هذه المشكلة، مشكلة ضعف المسلمين، إلى الصهيونية، أيضاً هذا تحليل غير دقيق، وهذا السبب غير كاف. البطولة أن نعيد المشكلة إلى سببها الحقيقي الذي جاء به الوحي. إن عرفنا السبب الحقيقي
وجهلنا في إزالة السبب، كرمنا الله جل جلاله بإزاحة هذا الكابوس. أيها الإخوة الكرام، لو أن الله خلق أقوياء وضعفاء، أليس هناك سؤال كبير؟ يا رب، لما قويتهم وأضعفتنا؟ لو رجعنا إلى كتاب الله، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين التطمين؟ والله ترون بأعينكم لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده محققة، بل إن الله عز وجل حينما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الوعد بيوم الدين جاءت عبارته في القرآن الكريم بفعل ماض أتى، وكأنه قد أتى. وحينما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل رأيتم ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ قال علماء التفسير: ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته. أنت مع كلام خالق الكون، يعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض ثم لا يستخلفهم؟ يعد الله المؤمنين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم لا يمكن لهم هذا الدين؟ يعد الله المؤمنين أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ثم يخيفهم؟ ينبغي أن نفهم كلام الله من دفته إلى دفته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي شهوة يتبعها الإنسان لا ترضي الله عز وجل تسقطه من عين الله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة الكرام، الجواب: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، يعني تفريغها من مضمونها، يعني ألا تستقيم قبلها، ألا تلتزم منهج الله عز وجل. تصلي وأنت لا تصلي، تصلي وأنت محجوب عن الله، لأن الفعل الذي يناقض منهج الله عز وجل هو حجاب بينك وبين الله. إضاعة الصلاة لا يعني تركها. من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو فهم الدين. الدين التزام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. أيها الإخوة الكرام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لكن هل وقفتم عند هذه الآية بتأمل بسيط؟ أي دين وعد الله أن يمكنه؟ الدين الذي يرتضيه لنا.
فإن لم يمكننا فالجواب القطعي أن الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا، وهذا هو السبب الذي نرى أن الله لا ينصرنا به. الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا، لم يرتضي الله لنا دين مظاهر ودين ألقاب ودين مديح ودين طرب ودين ولائم ودين مؤتمرات ودين عبادات شعائرية ودين بناء مساجد مزخرفة. الله عز وجل أراد ديناً، أراد الدين منهجاً لحياتنا. إذا كانت عبادتنا في واد وحياتنا في واد آخر، إذا كانت بيوتنا ليست إسلامية وأعمالنا ليست إسلامية وكسب مالنا ليس شرعياً وإنفاق مالنا ليس شرعياً وعلاقاتنا الاجتماعية ليست شرعية وحلنا وترحالنا ليس شرعياً وأفراحنا ومآسينا ليست شرعية، هذا الدين الذي نحن عليه لم يرتضه الله لنا، لذلك تعطلت وعود الله من أن تتحقق. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. هناك غلو في الدين، إما تقصيراً أو مبالغة، هناك تقصير عن تطبيق النص أو تجاوز للنص، وكلا الحالين خطير في الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو في الدين مصيبة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، لا تأخذ فرعاً بسيطاً وتجعله الدين كله وتقاتل من أجله، لا تسفه من حولك، أنت واحد من المؤمنين، أنت جندي من جنود الإيمان، الدين كالهواء لا يستطيع أحد أن يحتكره، ولا جهة ولا بلد ولا مصر ولا عصر ولا مذهب ولا طائفة ولا ملة، هذا الدين كالهواء، لا تغلو في دينكم، لا تتوهمن أن الله لك وحدك وأن الله لجماعتك فقط، الله لكل عباده. هؤلاء الذين غالوا في الدين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يجرون النصوص إلى صالحهم، يؤولونها تأويلاً لمصلحتهم. هؤلاء الذين غالوا في الدين أبعدوا الناس عن حقيقة الدين. هؤلاء تعصبوا، هؤلاء انتماؤهم ليس لمجموع المؤمنين. شيء آخر، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هناك مبطلون، هناك أعداء للدين ألداء تزيوا بزي الدين. نخشى على الدين لا من أعدائه، أعداؤه منكشفون لنا، ولكن نخشى على الدين من أدعيائه، نخشى على الدين ممن يفجره من داخله، نخشى على الدين ممن يتزيى بزي الدين وهو يعمل خلاف الدين، نخشى على الدين ممن يحاول أن يميعه، ممن يحاول أن يعطي فتوى لكل معصية على الإطلاق. انتهى الدين حينما تنتهي مبادئه القويمة وقيمه الأخلاقية. أيها الإخوة الكرام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والجاهلون لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وقد صنف الله المعاصي تصنيفاً تصاعدياً، ذكر الإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هناك من يقول على الله ما لا يعلم، وهناك من يفجر الدين من داخله، وهناك من يغالي. هؤلاء الثلاثة أبعد الناس عن حقيقة الدين. الدين مظهر وليس مخبراً، الدين شكل وليس مضموناً، الدين محتوي وليس محتواً. أيها الإخوة الكرام، وتحت اسم التجديد في الدين يذوب الدين، وتحت اسم التجديد في الدين نخرج عن أصول الدين، وتحت اسم التجديد في الدين نبيح كل المحرمات، وتحت اسم التجديد في الدين نبالغ بكل الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. ما هو التجديد؟ كلمة براقة، كلمة لها وهج. تجديد، الإنسان يحب الجدة. التجديد في الدين لا يمكن أن يزيد عن هذه المقولة، أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، لأن الدين دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمام عددي والكمال نوعي، فعدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وطريقة المعالجة كاملة نوعاً. مجرد أن تضيف على الدين شيئاً أنت تتهمه بالنقص. إنه دين الله لا يضل ربي ولا ينسى، لمجرد أن تحذف منه شيئاً أنت اتهمته بالزيادة. لذلك لا يفهم التجديد في الدين إلا أن تزيل ما علق به مما ليس منه، أما أن نفهمه تحليل محرم وتحريم محلل وفهم الأمور بخلاف منهج الله عز وجل، هذا ليس تجديداً ولكنه تهديم. وأقول مرة ثانية، لا نخشى على الدين من أعدائه بل نخشى من أدعيائه. أيها الإخوة الكرام، العامل الحاسم، العامل الحاسم الوحيد من خلال الكتاب والسنة في النصر هو الله عز وجل. يقول أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد، ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. القرآن الكريم وحي الله، كلام خالق الأكوان، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يقول وما النصر إلا من عند الله. هذه الآية ينبغي أن تدخل في تركيب دمائنا، ينبغي أن تكون خلية بين خلايا أجسامنا. وما النصر إلا من عند الله. طيب، العامل الوحيد الحاسم في النصر هو الله. هل لهذا النصر قواعد؟ قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دينه ينصركم، إن تعزوا كتابه ينصركم، إن تعزوا سنة نبيه ينصركم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النصر الحاسم بيد الله، وهذا النصر له قواعد. الله عز وجل يتعامل معنا بمنهج، بقواعد، بمبادئ. يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، أنشأ الله لنا حقا عليه، أنشأ الله لنا حقا عليه. كن مؤمنا كما يريد الله عز وجل وخذ النصر. أنت تريد وأنا أريد، ف
فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لا ينبغي أن نتوهم النصر من شرق أو غرب، ولا من شمال ولا من جنوب، ولا من سلاح ولا من شيء، إلا أن ننتظر النصر من الله عز وجل، وأن نكون له كما نريد. أيها الإخوة الكرام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي إيمان هذا؟ هناك دائرة واسعة جدا، كل من في داخلها فهو مؤمن، وإبليس في داخلها. ألم يقل ربي فبعزتك؟ ألم يقل أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ألم يقل خلقتني؟ آمن بالله خالقا، وآمن باليوم الآخر، وآمن بالله عزيزا، وآمن به ربا. كل إنسان قال الله خالق السماوات والأرض هذا مؤمن. هل هذا الإيمان يجدي؟ لا والله. هل هذا الإيمان منجي؟ لا والله. هل هذا الإيمان يعد سببا للنصر؟ لا والله. هذا إيمان لا يقدم ولا يؤخر. لكن ضمن هذه الدائرة الكبيرة جدا دائرة أصغر منها، الذي حمله إيمانه على طاعة الله، الذي حمله إيمانه على طاعة الله، هذا ضمن الدائرة الثانية. هذا الإيمان ينجي، هذا الإيمان يعد سببا للنصر، هذا الإيمان يمكن أن ترى أثره في حياتك اليومية. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لذلك أيها الإخوة، إذا قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي إن كنا في الدائرة الثانية، إن حملنا إيماننا على طاعة الله، إن كنا ملتزمين بمنهج الله، إن كان بيتنا إسلامياً، خروج زوجاتنا وبناتنا إسلامي، كسبنا للمال إسلامي، إنفاقنا للمال إسلامي، أفراحنا إسلامية، أتراحنا إسلامية، إقامتنا إسلامية، سفرنا إسلامي، إذا طبقنا منهج الله التفصيلي في حياتنا نحن في الدائرة الثانية. هذا هو الإيمان الذي عناه الله بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، دققوا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معنى ذلك أن إيمانكم ليس كافياً، إيمانكم ليس منجياً، إيمانكم لا يكون سبباً للنصر. ما دام النصر من عند الله حصراً، وما دام هذا النصر له أسباب في متناول أيدينا. شيء آخر، أول شرط الإيمان شرط لازم غير كاف. الشرط الثاني الإعداد، شرط لازم غير كاف. نعد ولا نؤمن لا ننتصر، نؤمن ولا نعد لا ننتصر. ينبغي أن نؤمن الإيمان الذي أراده الله، وهذا الإيمان يحملنا على طاعة الله، وأن نعد القوة المتاحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيها الإخوة الكرام، ما استطعتم تعني استنفاذ القوة، أن نعد لهم كل شيء، أن نعد لهم أشياء مادية وأشياء معرفية وأشياء علمية وأشياء أخلاقية. لما جاء ابن رواحة إلى اليهود ليقيم تمرهم، أغروه بحلي نسائهم لعله يقلل التقييم، قال جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. أيها الإخوة، إن آمنا الإيمان الذي يحملنا على الطاعة، ثم أعددنا الإعداد المتاح لنا، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من ألا ننتصر على أعدائنا، مهما تفوقوا في أسلحتهم، مهما تفوقوا في دعمهم. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل
ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هم يريدون إفقارنا، يريدون نهب ثرواتنا، يريدون أخذ مائنا، يريدون تشريد شبابنا، يريدون أن نعيش الكفاف، أن نكون في خدمتهم، أن تكون بلادنا أسواقاً لهم. هذا مكرهم، يريدوننا أن نكون تحت رحمتهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة الكرام، تحدي الإفقار يجب أن نقابله بعد الإيمان بالله، وبعد الإعداد الكافي، الإعداد المتاح أن نكسب المال الحلال ونحل به مشكلات المسلمين. وقد يكون مكرهم الإضلال، تأصيل الدين وفق قواعده الصحيحة، وتعزيز القيم الإسلامية ونشرها والدعوة إليها حتى تحاصر الباطل أو تحاصر تأويل الجاهلين أو تحريف الغالين أو انتحال المبطلين، هو الحل الأمثل. أن ندعو إلى الله، أن نبين قواعد الدين، أن نبين أصول الدين، أن نبين مناهج الدين، أن نبين قيم هذا الإسلام العظيم. أيضاً هذا رد على الإضلال. أما إذا أفسدونا عن طريق الغزو الثقافي ماذا نعمل؟ ينبغي أن نرتاد بيوت الله، ينبغي أن نأوي إلى الكهف، وكهفنا بيتنا ومسجدنا، لنبتعد عن تيارات الرذيلة والإباحية. ينبغي أن نبتعد عن كل مكان مشبوه، وعن كل مقصف فيه نساء كاسيات عاريات، وعن كل عمل فني يثير فينا الغرائز. ينبغي أن نبتعد عن مجتمعاتهم، وعن أماكن لهوهم، وعن فنونهم التي لا ترضي الله عز وجل. الغرب حاربنا بالمرأة، فغدا كل بيت نادياً ليلياً. أيها الإخوة، لذلك مكر الإفساد يحتاج إلى أن نؤوي إلى الكهف، وكهفنا بيتنا ومسجدنا وتلاوة قرآننا وقراءة سنة نبينا، وأن نكون في الجماعة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما حينما يتحدوننا بالإذلال، ينبغي أن نضع كل شيء تحت أقدامنا في سبيل كرامتنا وفي سبيل اعتزازنا بديننا. سيدنا عمر حينما قال لجبلة أرضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشمن الآن أنفك. ملك، وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية، قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. إن أرادوا إفقارنا ينبغي أن نكسب المال الحلال لنحل به مشكلات المسلمين وما أكثرها. إن أرادوا إضلالنا ينبغي أن نؤصل قواعد الدين وأن نعزز قيم المسلمين. وإن أرادوا إفسادنا ينبغي أن نأوي إلى مساجدنا، لا إلى الملاهي والحانات، ولا إلى الأعمال الفنية التي تحيل الإنسان ثوراً هائجاً. وإذا أرادوا إذلالنا ينبغي أن نضع مصالحنا تحت أقدامنا في سبيل كرامتنا. وإن أرادوا اجتياح أرضنا كما يفعلون في فلسطين، يهدمون البيوت ويقتلعون الأجزاء الأشجار ويقتلون الأطفال، ماذا نفعل؟ ينبغي أن نجاهد في سبيل الله،
ولكن أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذين الحديثين. قد يقول قائل: إن لم يتح لنا الجهاد ماذا نعمل؟ نقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازياً فقد غزا تماماً، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. قضية سهلة، إن لم يتح لك أن تغزو وأن تحارب وأن تقاوم، ادعم هؤلاء الأبطال بمالك، فهذا كالغزو في سبيل الله. إن لم يتح لك أن تكون غازياً فرع أهل هذا الذي غزا. من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا، ومن جهز غازياً فقد غزا. نحن مدعوون أيها الإخوة للتبرع للانتفاضة، فحينما يدفع الإنسان بعض ماله، هؤلاء الجرحى وهؤلاء القتلى وهذه البيوت التي هدمت وتلك الأشجار التي قلعت وهذا الفقر المدقع وقد صمدوا سنوات ثلاثة ما معهم إلا الحجارة وبعض السلاح الخفيف أمام أكبر ترسانة في الشرق الأوسط، تقهرهم وتذلهم وتريد أن تنهي هذه الانتفاضة، والانتفاضة متأججة. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يدفعون دماءهم في سبيل قضيتهم، ألا يجدر بنا أن ندفع بعض أموالنا إليهم؟ ألا يجدر بنا أن نواسي أطفالهم من بعدهم؟ أن نواسي أراملهم من بعدهم؟ ألا ينبغي أن نمدهم بالمال فلعل الله سبحانه وتعالى ينصرهم؟ وقد يخلق من الضعف قوة، وقد ينصرهم نصراً تفضلياً أو استحقاقياً. أيها الإخوة الكرام، إن لم يتح لنا أن نجاهد فلنجهز غازياً، إن لم يتح لنا أن نقاوم فلنجهز مقاوماً، إن لم يتح لنا أن نجاهد فلنخلف غازياً في أهله بخير. وأرجو الله سبحانه وتعالى، واليوم في جميع مساجد القطر تجمع التبرعات من أجل الانتفاضة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونسترشده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن. هناك قاعدة أصولية تفيدنا جداً، تقول هذه القاعدة: لا عبرة بدلالة الحال أمام التصريح. يعني دخلت إلى بيت صديق لك، رأيت في غرفة الضيوف إبريقاً من الماء الصافي العذب الزلال، استنبطت من رؤيته أنه ماء للشرب، ماء طاهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. فجاء صاحب البيت وقال: إياك أن تشرب من هذا الإناء فهو ماء نجس، لقد كانت يد ابني ملوثة فوضعها في إبريق الماء. كل استنباطاتك الخاصة سقطت أمام تصريح صاحب البيت.
الآن لو أنك أعملت عقلك في كل شيء واستنبطت ملايين المعلومات أمام تصريح الله عز وجل في القرآن الكريم ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. فسر ما شئت، هذا هو القرآن الكريم، هذا هو كلام خالق الأكوان. أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يعطون الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة: أناس عندهم بساتين وعندهم محاصيل وعندهم غلات وفيرة، وكانوا أشحة، أرادوا أن يمسكوا هذا عن الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك في الليل صقيع فأصبحت كالصريم. تنادوا مصبحين، وصلوا إلى مزارعهم، ليست هي، أين الثمار؟ من قطفها؟ إنا لضالون. ثم تأكدوا أنها مزارعهم، قال بل نحن محرومون. ثم ذكرهم أقربهم إلى الله عز وجل، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هذه القصة قلبت إلى قانون، قال كذلك العذاب. يعني يا عبادي، أي عذاب أسوقه لخلقي من آدم إلى يوم القيامة؟ كهذه القصة، كهذه القصة. فاستنبط ما شئت، وفسر المصائب ما شئت، أعطيها مليون تحليل ومليون زاوية، هذا هو تصريح الله عز وجل في قرآنه الكريم. هذه آية محكمة، كذلك العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. الصواعق أو الصواريخ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، إنها معالجة إلهية. لا تنسى هذه الآية الكريمة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، الدنيا دار عمل وليست دار جزاء. من الممكن أن تكون من أقرب الناس إلى الله وعندك بعض المصائب، ومن الممكن أن تكون سليماً معافاً غنياً قوياً جميلاً ولست عند الله بمكان. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أيها الإخوة، حينما أقول في قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قد يقول قائل: والله أعرف نفسي مستقيماً استقامة نادرة، ومع ذلك تأتيني المصائب. مبدئياً، ما كل ذنب ظاهر، هناك ذنب باطن. يعني هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم، هم مع النبي وهم في الجهاد ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق، حينما قالوا في أنفسهم: لن نغلب من قلة، نحن أقوياء، نحن كثر، هذا ذنب باطن ليس ذنبا ظاهرا، ما عصوا ربهم بجوارحهم، ولكن قلوبهم حدثتهم أنهم أقوياء وأنهم كثر.
قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أيها الإخوة الكرام، ولو وجدت نفسك مستقيما على أمر الله فيما تعلم، ولو وجدت أخاك مستقيما على أمر الله فيما يعلم، يجب أن تعلم أن هناك ذنوبا باطنة قد تكون أخطر من الظاهرة، لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه، ولكن الذنب الباطن خطير جدا، إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه. لذلك الكبائر الباطنة أشد فتكا في إيمان المؤمن من الكبائر الظاهرة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة. المصائب كالمكابح في المركبة، لا بد منها. هل تستطيع أن تسير بمركبتك متراً واحداً بلا مكباح؟ هلاك محقق. وكذلك المصائب، مع أن الله خلقك للسعادة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة، ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس، تلفت نظر الإنسان، يعني درس عملي، هناك درس نظري. وقد بيّنت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية. الدعوة البيانية يسمعك حديثاً، يسمعك آية، يسمعك خطبة، تقرأ كتاباً، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة، دعوة بيانية وأنت معافى صحيح. فإن لم تستجب فلا بد من التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم تستجب خضعت لمرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي. فإن لم تشكر لم يبق إلا القصم. أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة، بدءا من الهدى البياني، مرورا بالتأديب التربوي، ثم بالإكرام الاستدراجي، ثم بالقصم. أيها الإخوة الأحباب، ما كل مذنب يعاقب في الدنيا، وما كل محسن يكافأ في الدنيا، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعاً لبقية المذنبين، ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعاً لبقية المحسنين، ولكن الفوز الحقيقي، النجاح الحقيقي، التفوق الحقيقي، الكسب الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن وحدث ما شئت، ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدوداً في الدنيا. هذا ليس عطاء خالق الأكوان، عطاء الله أبدي سرمدي. فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. معنى آخر أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جيد، أجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعذبكم الباء باء السبب، بسبب ذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.
وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن تكلموا عن أنفسكم ما شئتم، الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو أن الله قبل دعواهم، لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم أبدا، لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبهم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه. طبعا هناك آية أوضح من ذلك، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حياة النبي بين أصحابه انتهت، ارتقى إلى الرفيق الأعلى. كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنا؟ قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات مصائبهم مطبقون سنتك يا محمد، فما كان الله ليعذبهم. يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي، لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعان كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. وإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى، كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته، وكيف عامل زوجاته، وكيف عامل جيرانه، وكيف عامل أصحابه، وكيف كان في سلمه وفي حربه، وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده؟ إذن معرفة سيرة النبي فرض عين. كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجوب. يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذاً وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده أن يعبدوه. وحينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من عبادة غير الله، وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله، وبرئ من الحب مع الله بل ينبغي أن يحب في الله، هذا هو القلب السليم. فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله؟ لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقا عليه، أنشأ لنا حقا عليه، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح؟ ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمناً وسلاماً ورضاً وثقة بالله عز وجل؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. من منا يحب العذاب؟ من منا يحب مرضاً عضالاً؟ من منا يحب فقراً مدقعاً؟ من منا يحب ذلاً مهيناً؟ من منا يحب قهراً من إنسان يأكل ويشرب مثلنا؟ من؟ ما من إنسان على وجه الأرض
من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة والسعادة، إلا أنه أخطأ طريقهما. لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة العلم فقط، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب